الأمر هذا، وهو أنه بغى يقنع يفو كونفانك. هذه زوينة، كتعجبني عندي، كتعجبني هذه القضية. بغى يقنع الديكتاتور والمستبد والاستبداد، يفو كونفانك ان روا ديسبوتيك باش يدير ديمقراطية. ما عرفت واش عنده الآليات وكيفاش غيديرها، وراه كاين تما المافيا وغيخدم، وفي نفس الوقت بغى يحشر ويجيب ديك داك الشبيبة اللي متبعة ومتأثرة بالتيار الإسلامي السياسي أو الإسلام السياسي. بغى يجمع ما بين المغاربة الشباب الإسلام السياسي وما بين